اهلا بكم معنا مشاهدينا في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم قوي قلبك. اسمحوا لي ارحب بضيفنا الاول في برنامجنا النهارده، نجم الكوميديا في مصر والوطن العربي، الكوميديان الفظيع جدا والجامد جدا، الاستاذ سعيد صالح. اتفضل يا استاذ سعيد. اسمحوا لي ارحب بضيفتنا اللي معانا برضو النهارده، هي ممثله شابه قدرت في وقت صغير جدا ان هي تضع بصمه كبيره جدا في مجال السينما ومجال الدراما، وبالادوار الرومانسيه اللي كانت بتعملها كانت جواز مرورها لقلوب كل المشاهدين. خلينا نرحب مع بعض بالممثله منى فضالي. اتفضل يا استاذ سعيد. يزيد فضلك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. استاذ سعيد، من احنا برنامجنا بيعتمد على الصراحه والجراءه ومباشر، بيبقى معانا في كل حلقه زرارين، زرار قدام استاذ سعيد وزرار قدامك. اهي يا استاذ سعيد، ده جرس ده. مجرد ما بندوس عليه، مجرد ما بيطلع معانا سؤال على الفيديو هول، السؤال ده بيبقى من الجمهور او من الصحفيين او من النقاد، بس اهم حاجه نقوي قلبنا ونرد بصراحه. مستعدين؟ ان شاء الله ان شاء الله. نبتدي بالاستاذ سعيد. تحت امرك. قوي قلبك ودوس على الزرار. حاجه هتخبط وتفرقع. لا لا، مدرسه المشاغبين النهارده مش معانا خالص. انا شايفه ان الاستاذ سعيد صالح حاليا اصبح موضه قديمه وما عادش بيضحك زي زمان، و مش عارفه يعني بطلب منه ان هو يراجع نفسه شويه في الادوار اللي هو بيعملها. مع ان امبارح بس مضحك واحد. وبعدين امبارح بس برضه اتفرجت على المدارس المشاغبين ومت من الضحك، يعني لحقت بقى دم تقيل وما بقتش اضحك. منى قوي قلبك وندوس على الزرار. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. منى فضالي ملهاش حضور وما عندهاش موهبه، وبتعتمد في تمثيلها على تسبيل عينيها، وما اظنش ان هيبقى مشوارها طويل في الوسط الفني. الراجل ده بقى والله ما اعرفه. ده صحفي. ده صحفي ما اعرفوش اساسا ولا شفته. طب قال لك كده تقولي له ايه؟ اقول له ربنا يسامحك انا مش وحشه كده خالص، بالعكس يعني. لا انت مش وحشه، انت قال لك بتسبلي عينيكي. ما انا لا بسبل ولا حلوة. بعمل لا ما بسبلش. هي بتبربش تعمل كده. ماليش في التسبيل انا، ده تسبيل ده لما يبقى الدور واحده رومانسيه لازم اقعد اسبل له. مش بحبه ولا اقعد اطلع له اعمل له كده يعني. قوي قلبك ودوس على الزرار. انا هشتم اي حد. هشتم. خد راحتك. يا منى، انا عايزه اقول لك على حاجه. انت في الاول ما بداتي كويسه جدا، بس ما اعرفش ايه اللي حصل دلوقتي. ليه انت دايما تتصوري حتى في المجلات بفساتين فيها اغراءات وفساتين فيها كده؟ دي مش لايق عليكي يعني، مش هيليق عليكي يعني. فانت لحد دلوقتي ما علمتيش في حاجه معينه، وكل الاحاديث اللي انت بتقوليها انا هعمل الفيلم الفلاني، انا هعمل الفيلم الفلاني، ما بشوف لكيش افلام بصراحه. ف يعني يا تجتهدي شويه يا اما هتفضلي زي ما انت يعني. شفتها فين قبل كده الست دي؟ الفنانة هلا فاخر. لا دي مدام هلا فاخر. دي مدام هلا فاخر. بجد؟ دي هلا فاخر؟ والله العظيم هلا فاخر. دي بقى لا صحفية ولا ناقدة ولا أنا ما شفتهاش قبل كده، دي فنانة كبيرة ومتميزة وقديرة، وده رأيها الفني. مش عارفة أقول إيه. بقى رأيك؟ هي بتقول إن هي دايماً بتقول إن أنا هعمل وهعمل. أنا فاكرها الست التانية ما مشوها. هلا فاخر يا أستاذ سعيد. والله العظيم بتقول إزاي تقول كده؟ ما هي ده رأيها في منى، إن هي بتقول دايماً بسمع إن هي بتعمل وبتعمل وبتعمل في الآخر ما بتعملش حاجة خالص. وشاهد شاهد من اهلها. ما انا اشتغلت مع مسلسل كانت طالعه امي فيه، واشتغلنا بعده مسلسل إيه؟ بابا في تانية رابع. بابا ماله في تانية رابع.
مع استاذ محمود ياسين. إيه؟ لما بابا في ثانيه رابعه انت في سنه ايه؟ انا في حضانه. طب خلينا بس في راي الفنانه هاله فاخر. ما عنديش حاجه اقولها يعني، ما اقدرش ارد يعني، انا لازم احترم كلمتها، ما اقدرش ارد. دي زي ماما بالظبط. ده مش راي النقاد بس ولا صحفيين، ده راي الفنانين. ما انا نو كومنت، ما اقدرش اقول حاجه. نو كومنت. طب يلا يا استاذ سعيد خليكي منا بقى. استاذ سعيد داس على زرار المره اللي فاتت، دوسي يا منا على زرار. انا شايف ان الفنان سعيد صالح كان بيضحكنا في حياته القديمه، دلوقتي الصراحه مش بيضحكنا. انا شايف دلوقتي شرحه ثانيه للتمثيل. هو شايف ان الاستاذ سعيد ما بقاش يضحك. مش هشتغل يا اخوانا البرنامج ده، انتوا جايبين ناس بتشتمنا. استاذ سعيد ده راي الناس يعني، ده مش راينا. ما البرنامج ازاي اسمه قوي قلبك يعني؟ قوي قلبك ورد يا استاذ سعيد، ايه المشكله؟ انت طول حياتك الفنيه ما سمعتش اي نقد يا استاذ سعيد؟ اكيد في ناس بتحبك واكيد في ناس ما بتحبش. لدرجه ان انا الناس كلها ما بسمعش حق، ما بقراش الجرايد بقالي 10 سنين. طب ما هو ده مش طبيعي يا استاذ سعيد، لازم تقرا جرايد. كويس قوي ان انا طيب. ايه عشان انت ما بتقراش بقى جرايد، الناس اهي لغايه عندك بتقول لك رايها، ما دام انت ما بتشوفش رايهم او ما بتقراهمش. هو قال ايه؟ انا مش فاهم. هو بيقول ان انت ما بقتش تضحك زي زمان. فعلا بقول لك بقيت ريزل قوي وبايخ، وانا بقيت بستبخ نفسي، ببص في المرايه اقول ايه البواخه والسخافه دي. حضرتك قيمه فنيه، احنا مش بنعمل ده عشان ما نقولش ان استاذ سعيد صالح ما بقاش نجم، لك انت ستيل نجم، بس في ناس بتقول خلاص يعني يمكن الادوار اللي انت بتختارها اليومين دول ما بقتش تضحك زي سعيد صالح زمان في مدرسه المشاغبين والعيال كبرت. ماليش ادوار في الحياه. ازاي يا استاذ سعيد؟ الاستاذ عادل امام دلوقتي بقى أنا سوبر ستار يعني. أنا مش يعني انت المفروض توازي عادل امام في نفس المسيره ونفس المشوار. افرض يعني انا بشتغل في مجال تاني دلوقتي. ازاي يا استاذ سعيد؟ انت فنان كوميدي يعني، المفروض فنان كوميدي يعني ايه؟ يعني اتشحطط اروح اتشحطط في الافلام البايخه اللي بتفرج عليها؟ وليه في الافلام ما فيش كده افلام بايخ؟ بطل فيلم سينما كبير وبرامج بايخ زي بتاع حضرتك ده، برنامج لحضرتك ده بايخ ومجرح للناس. لا يا استاذ سعيد، لا انت ما بتتقبلش الراي تاني. انت مضايقاني. مش شرط الناس كلها تطلع تقول يا جماعه. انا اسف جدا يا جدعان. انا قلت كده مش استاذ سعيد، مش شرط الناس كلها تطلع تقول الاستاذ سعيد ده حاجه جامده جدا. ما انت حاجه جامده. مش انا مش عايز حد يشوف فيا. بس لازم ما ايوه بس يقول حاجه مش كله شكر ومش كله نقد. في حد بطل ضحك؟ مفيش. طب ما هم قالوا لمنى اعتزل يا منى وبطلي ادوار الرومانسيه. ما يصحش يقولوا لنا كده يا شادي. فاصل بعد اذنك ونهدي الامور ونرجع تاني. استاذ سعيد كل الاسئله سخيفه وهي كمان مستفزه. المذيعه بتاعتكم دي مستفزه يا استاذ حسام. يا استاذ في ايه؟ بتغاظة مني. انا مش عارفه انا ايه علاقتي يا استاذ سعيد بالبرنامج، انا مذيعه البرنامج، مش شرط ان انا ابقى رخمه، ده مش رايي، ده راي الجمهور يعني. انت لما الناس عشان تتخانق معانا؟ لا انا مش انا اللي جايبه الناس، مش انا اللي جايبه الناس يا استاذ سعيد. ايه رايك بقى؟ مش هرد انا. ما بردش على النقاد، انا ما بردش على الناس، انا مش جاي ارد. مش جاي ده. انا مفيش موقف دفاع. انا عشان يعني عشان تتفرجوا عشان البرنامج الناس تشوفه ويجيبوا نجوم محبوبين، والا بتنقوا نجوم وحشين زي ما قالوا. يعني انا واحد من الوحشين اللي انتوا جايبينهم عشان تفرجوا عليهم الناس، والا الناس دي ما كانتش تقول عليا كده. يا استاذ كل الناس بتحبك عشان انت جايبني في البرامج ليه؟ مش عشان سعيد صالح؟ طب انتوا كده فركش ممكن امشي ولا ايه؟ ما عشان عندي شغل انا كمان، انا موقفه الدنيا. انا اول مره احضر برنامج كده صدقي. ما هو البرنامج اسمه قوي قلبك. ايوه يعني. طب هما ما بيفكروش مثلا ان ممكن الحاجات دي تحرج البني ادم ولا ايه؟ ما هو ولا هو اي كلام وخلاص. ردي بقى يعني انت ردي. ارد؟ طب ما انا ممكن ردي ما يعجبش اي حد وابقى. طب ما هو لما قالوا ما عجبكيش رايه. ما عجبنيش لان يعني ما فيش ولا حاجه تنطبع عليا. اللي بيتكلم ده وبيقول رايه ما هموش انت تزعلي او ما تزعليش، فانا عايزاكي تردي بصراحه. اضحك يا جدع. مشاهدينا هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني وبرنامجكم قوي قلبك. اهلا بكم معنا مشاهدينا بعد الفاصل ولسه معاكم وقوي قلبك. قوي قلبك بقى منا ودوسي على الزرار. لا
الفنانة منة فضالي أنا أفضل أن أقول أنها منة مش فضيالي، يعني أنها أولا شغالة في أي حاجة، في كل حاجة، مش مركزة في أي حاجة خالص، يعني لا هي لا كاركتر تمثيل تراجيدي، ولا عاملة كاركتر تمثيل كوميدي، ولا عاملة كاركتر متنوع بيمزج بين ده وده. ومشت الفنانة منة فضالي أو منة مش فضيالي، هقولها تاني، قماشة ضعيفة جدا تحتاج إلى ترزي شاطر، الترزي ده مش لاقينه في مصر، أعتقد إنها تسافر برا تريح نفسها شوية وترجع. لو مثلت وعجبتنا أوكي، لو ما عجبتناش يبقى تقعد. مين الراجل ده؟ ياسر عز الدين ده ناقد وصحفي. عيب يعني. يعني أنا مالي ناقد وصحفي، أنا مالي؟ أنت يا منة مش دايما بتتابع أعمالك وبتتابع؟ أنا عمري ما حد قال عليا كلمة قد كده، ولا عمري حد كتب عني كلمة غلط، لاني ما بعملش حاجه غلط، وشغلي الحمد لله على الساحه كويس قوي، ما بعملش حاجه بقى لا كده ولا كده. ما يروحوا يكلموا ناس تانية. زي مين؟ ماليش دعوه مين، في ناس كتير قوي ما لهمش اي لازمه وبيمثلوا ساكتين لهم. ايه يعني جايين عليا؟ زي مين؟ طب ماليش دعوه بحد، هم عارفين نفسهم كويس. لو ستوب يا جماعه ستوب، استاذ شادي بعد اذنك احنا هنقف ثانيه واحده. في ايه يا من؟ لا يعني ايه في ايه؟ انت مش شايفه ال... طب ردي عادي. ارد ايه يا يعني جماعه؟ يعني زي ما هو قال. ايوه انا ارد اقول ايه على راجل زي ده؟ عمال يقول لي قماشه وروحي تصنفري ومنه ايه مش فاضيالي. ايه مش فاضي ازاي؟ هتصنفري ازاي؟ ايه مش فاضيالي دي؟ مش فاضيالك بقى، مش فاضيالك او منفضالك. منفضالك مين؟ منه منفضالك. ايه القرف ده؟ لا يعني يمكن مش فاضيالي ان انت بتعملي شغل كتير. يعني هو ماله انا مش فاضيه بشتغل كتير؟ هو ماله، هو بيديني حاجه من جيبه؟ هو انا قاعد على قلبه؟ طب ما تر... ما يعني شايفني في التلفزيون يا في التلفزيون رايح دماغي يعني. يقولوا منه رومانسية، ردي عليه بمنتهى الرومانسية والهدوء. الرومانسية مع ده؟ ايوه يا استاذ سعيد، ما هو بيتكلم بالرومانسية. استاذ سعيد الجمهور اللي يعني هيتفرج. ده موضوعي، ده كلام موضوعي. الجمهور اللي هيتفرج على البرنامج هيسمع رايه ومش هيسمع رايه يا ماما، بيتكلم باستفزاز، فلازم هي ترد عليه. لا مش هرد انا، بليز والنبي خلاص يا مدام. يلا يا استاذ شادي جاهزين؟ انا بقى اللي فعلا ما اقدرش، معلش انا اسف استاذ سعيد، اصل يعني انت هتسيبي استاذ سعيد صالح؟ معلش انا فعلا بقى معاك. انا عندي ناس موقفه في الشارع وعندي ناس بصور معاهم، انا اسفه مضطره امشي معلش. طب اسمعي، هتسيبي استاذ سعيد وتمشي؟ اقعد 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 بس اقعد ثانيه. طب ثانيه معلش انا فاهم متاخره. ثانيه واحده عشان ناخد حقنا من الناس دي. اقعد. لا مش هاخد حقي، مش انا هاخد حقي. ايه يا حسام؟ خلاص يا حسام. ايوه ايه يعني؟ خلاص اقفل له الحكايه. ايه يعني؟ ارد على ايه دي؟ ايه القرف ده؟ في اراء ونقد. ده اراء؟ او اراء جمهور الاخير ده جمهور. ده جمهور؟ دول جمهور؟ جمهور. لا يمكن اتحداك لو ده واحد من الجمهور. وده ولا واحد من دول نقاد ولا صاحبي، ما اعرفهمش اساسا. طب هو رايه فيكي كده؟ ردي ردي ردي. انا اعرف واحد فيهم قريب حسام، شفت واحد هنا قريب حسام من الشارع وبناخد ناس لا 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 قريب قال لي شارع. والله بناخد عينه عشوائيه من الشارع. ولا نعرفهم ولا نعرف اي حاجه. طب يا منى انت متضايقه؟ ردي عليهم بمنتهى البرود. رد علي يا جماعه. ردي عليه. لا والله انا شايفه نفسي ممثله كويسه قوي. لو واحد بيشتمني ويقول لي مش فاضيالي، واحد يقول لي مش عارفه ايه، واحد ايه ده؟ ايه ده قماشه وبتمثلي وبتنيلي كتير؟ معلش معلش اقعد يا منى، خلص خلص. وبعدين طب يلا يا منى، يلا خلاص احنا اخر سؤال. يلا اخر سؤال واحنا نمشي. يلا يلا ماما، يلا يلا ماما. معلش يا منى. يلا ايه؟ صلى على النبي. صلى على النبي. يلا شادي. يلا يا جماعه. منك يا شادي، منك لله، قلبي وربي غضبان عليكم اليوم من الايام والله العظيم. يلا يوم منك يا شادي. انا مش مستريح من اول البرنامج. يلا يا منى، قوي قلبك ودوسي على الزرار. الفنانة منة فضالي، انت على طول بتغني في كل البرامج للفنانة سعاد حسني يا وادي يا تقيل، بجد لو غنيتيها تاني احنا هنكره الفنانة سعاد حسني. ايه ردك يا منة؟ انت فعلا بتغني الاغنية دي في كل البرامج؟ ردي يا منة ردي. ما عنديش حاجة اقولها بصراحة. انت فعلا غنيتي الاغنية؟ بغنيها وهغنيها، هما مالهم؟ هغني لها وهغني لشيرين وهغني لاصاله، انا حره بقى، انا مطربه مع هعتزل التمثيل واغني، اروح اعمل لي كليب. طب ما تغني ده في البيت يا منى، يمكن جمهورك مش عايزك تغني ده على الهواء او في البرامج. طب وانت مالك؟ انت مالك انت كمان يعني ايه غني للجمهور ولا انت مالك اساسا؟ ده راي الجمهور مش رايي انا. ايوه يعني انت مالك في ايه يا
مدام ايمان مالك؟ قولي لها مالك. طيب انا عايزه اقول حاجه استاذ سعيد. واضح ان ما عندكوش الشجاعه وقلبكم مش جامد وقلبكم مش قوي ان انتوا تسمعوا النقد. انتوا عايزين كل الجمهور يقول لكم برافو برافو يا جماعه برافو يا استاذ سعيد. احنا مستنيين حضرتك تيجي تقول لنا هاي مبسوطين ان انتوا معانا. لا يا حبيبي ده كان مقلب كبير قوي 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 قوي. مقلب 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 يا ولاد مقلب يا مقلب. وعايزه اقول بقى ان المقلب الاكبر ان استاذ سعيد رئيس العصابه. رئيس العصابه انت عارفه مين مش عارفه؟ لا مش عارفه. المقلب الاكبر ثانيه واحده. المقلب الاكبر ان ام منى عارفه ان ده مقلب. وعليك يا ترى منى سيبلها البيت وامشي. انا من رايي سيبلها البيت وتمشي. يعني انا كنت هعمل خطوبه انا هسيب لك البيت وامشي هتجوز. الناس دي احنا اللي قلنا لهم يقولوا كده وهم بالعكس ما كانوش عايزين يقولوا كده خالص. وده فبركه عشان المقلب يطلع جامد. يلا نختم قبل ما تغني. مشاهدينا النهارده كان قوي قلبك مقلب كبير جدا في الفنانه الجميله منى فضالي وبرنامجكم قوي قلبك.